السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. غنتحولوا أيها الأحباب الكرام إلى إقليم تادلة. معنا السي نور الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام الله حياك وعين الخلق صرعاك. بارك الله فيك مولاي. شكرا. الذي نداء. هي مرحبا خويا سي نور الدين. انا من اخ الاخ ديالي من هذيك الضحايا اللي توفت في قارب الموت. لا اله الا الله. نحن اسر ضحايا قارب الموت نطالب وننشد صاحب الجلاله الملك محمد السادس ورئيس الحكومه ووزير الخارجيه للتدخل الفوري لنقل وترحيل جثث ابنائنا للدفن بارض الوطن والبحث عن مجهول المصير والكشف عن حقيقه ما جرى لهؤلاء الضحايا البالغ عددهم 12 شخص الذين خرجوا في رحلة وإهجار سرية إلى ديار إسبانيا ومن مدينة أكادير بتاريخ 20/8/2021 لنتلقى خبر وفاة بعضهم لنتلقى خبر وفاة بعض نهار 27/8/2021 ناهيك عن مجهولي المصير الذين بلغ عددهم حوالي 6 أفراد حسب المعلومات المتضاربة. ومنذ ذلك الوقت خاضت أسر ضحايا صولات وجولات مع السلطات المحلية بقصف التادلة وعن المستوى الإقليمي والولاية بغرض معرفة الحقائق حول هذه الفجأة والتدخل الرسمي للدولة لتنقيل الجثث المتوفى الموجودين بمستودع الأموات بنواحي لاس بالماس لكن دون جدوى مما اضطرت مع أسر الضحايا لخوض أشكال احتجاجات سلمية الأولى بتاريخ 3/9/2021 أمام بشوية القصب التادلة والثانية مسيرة على الأقدام إلى ولاية جهات بني ملال خنيفرة ذلك ونهار 21/9/2021 وحتى اللحظة هذه لم نتلقى أي رد أو جواب أو وعد رسمي مسؤول لحل هذه المشكلة المفصلة الإنسانية التي تسبب لآباء وأمهات الضحايا معاناة وحزن وألم. لا إله إلا الله. لذلك نهيب بكل المسؤولين الذين لهم علاقة يمثل هذه الموضوعات من قبل وزير الخارجية وسفيرنا لدى إسبانيا وقنصلنا بلاس بالماس ونهيب بشكل خاص بصاحب الجلالة أن ينال عطفه وحنوه هذه الأسر المكلومة والمفجوعة لتمكينهم من دفن أبنائهم المتوفين والمتواجدين بمستودع الأموات بلاس بالماس بإذن الله تعالى. شكرا لك سي نور الدين. الرسالة وصلت وحنا نتضامن مع هذه العائلات اللي فقدوا أولادهم. أكيد أن السلطات المحلية بمختلف قواتها ومؤسساتها تبذل جهودا كبيرة ومضنية من أجل الكشف عن هذه الجثث لأن القضية صعبة. تكلمنا في أول حلقة عن الإعجاز العلمي في البحار والمحيطات وقلنا هناك البحر السطحي وهناك البحار العميقة. الغواصين يلا كيوصلوا الحدود ديال البحار اللي هي السطحية التي تصل إليها أشعة الشمس ولكن إلى قدر الله تعالى كانت هناك أمواج من فوقها موج من فوقها سحاب كتلقى هذوك صعوبة كبيرة جدا للوصول إلى تلك المناطق فكل إنسان غير قادر على أنه يقتحم تلك الحدود. كيبقى دائما الأمر اللي غنطلبوه إن شاء الله تعالى وهو أن الله عز وجل الذي خلق فسوى وقدر فهذا الله تعالى القادر على كل شيء. نطلب الله تعالى أن يهيئ لهذه العائلات من أمرها رشدا. الله تعالى يأمر البحر لأن البحر هو خلق من خلق الله
فلما تدعو ربك الله تعالى يدعو خلقه ويأمره وينفذ. وكما ذكرت من قبل الجثث اللي كتكون غرقانة في البحر، إذا الإنسان دار واحد مجموعة ديال الأدعية والتمس من ربه، فإنه قبل 50 يوم، في ما تم 50 يوم، البحر يلفظ تلك الجثث. وإن شاء الله نسمع أخبار الخير في القريب العاجل. كان بغي نقول للعائلات بأن هاد الأولاد راهم شهداء، وغادي يمشوا عند الرحمن سبحانه وتعالى شهداء، لأن الغريق شهيد كما أن الحريق شهيد، وكأن من سقط من علي شهيد، والمطعون شهيد، والمرأة عند الوضع شهيدة، هذو كلهم شهداء عند الله تعالى، نحتسبهم كذلك. وهذه فرصة تخلينا جميعا نوضع واحد التساؤل، لماذا هؤلاء الشباب يفضلون الهجرة من أرض الوطن، ونحن عندنا في هذا البلد الأمين من الخيرات والبركات الشيء الكثير، بلادنا بلاد طيبة، بلدة طيبة ورب غفور. هذه فرصة لكي نرفع الضيم على الناس، وأن نرفع من مستوى التشغيل والتعليم والصحة والحياة اللي فيها الكرامة والعزة، حتى لا يضطر أبناء الوطن من التفكير في الهجرة مرة ثانية. ماذا عسنا أن نقول أيها الأحباب الكرام، كل من ضاع لهم هؤلاء الأولاد والبنات هم أولاد الوطن وأولادنا جميعا وفلدة أكبادنا. نقول لهم كما علمنا النبي الكريم أن نقول: إن العين لتتبع وإن القلب ليحزن، وإن لا نقول إلا ما يرضي الله، وإن لله وإن إليه راجعون. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.